اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيديو النهارده من الحسين توب اب مخرج 6 حي الوادي، وعندهم اسعار تحفه، والاسعار لسه كانت بتنزل وانا بصور على 9 ريال 95. عايزه اقول لكم في فساتين بناتي كانت ب99 بقت على 9 ريال، وفي فساتين نسائي كانت على 149 وكانت على 85. الاسعار اتغيرت وانا بصور يا بنات. انا كنت اصلا بفنش في التصوير وخارجة ورايحة مكان تاني، ولكن لقيت العمال ما شاء الله عمالين يغيروا في الاسعار في جميع الاقسام. اسعار تحفة وكميات كتيرة، وروحوا وان شاء الله هتلاقوا الاسعار على 9 ريال 95 زي ما انتوا شايفين كده. فساتين صيفي بناتي نسائي اطقم ولادي، عايز اقول لكم اطقم الولادي فيها لحد 18 سنة، بصراحة ما يتفوتوش على 9 ريال 95 بجد يا بلاش، زي ما انا كاتبة كده قدامكم يا بلاش. واعذروني الفترة اللي فاتت ان انا ما قدرتش اصور، ما فيش نفس خالص بسبب الاحداث اللي حاصلة يعني حوالينا، وبجد والله ما فيش نفس، ما فيش طاقة، ما فيش اي حاجة خالص، ما فيش قبول لأي حاجة. ولكن أنا نزلت أصور علشانكو، وكنت رايحة كمان البدر 25 علشان أصور لكم، عشان ناس كتيرة طالبة مني إن أنا أصور لكم في البدر، وطبعا الشيت ونزل وهصور لكم فيه بإذن الله. لكن قلت أنزل لكم الفيديو ده الأول علشان تشوفوه وتشوفوا الأسعار، والحاجة لسه الأسعار لسه نازلة، يعني حتى ما أعلنوش عنها. شايفين الطقم ده كان على 55، حاليا على 9 ريال 95، يعني خلينا نقول 10 ريال. تحفة، على كان ب55 جينز وخامات تانية مختلفة. الخامات أصلا كلها تحفة، مش منزلين أي حاجة وخلاص، لا شايفين كمية كبيرة جدا، يعني أكتر من استاند في كل قسم. ده كمان سمعت من العمال ان كان امس في تخفيضات محدش عرف عنها ولا اعلن عنها، طبعا كانوا محظوظين بقى اللي كانوا موجودين هناك وقت ما برضو نزلوا كمية الفساتين النسائي. يعني هتشوفوا فستان نسائي كان على 85، كنت مصوره لكم قبل كده، كان فستان ابيض وكنت بقول لكم ليه اكتر من اطار كده ولكنه هو ابيض، قلت كده بالنص. الفستان نزل النهاردة على 10 ريال. كان في كميات كتيرة، فساتين مختلفة امبارح في الحسين توب اب كان على 10 ريال، ولكن محدش عرف عنها زي ما قلت غير الناس المحظوظة اللي هي كانت متواجدة في نفس الوقت، يعني على 10 ريال او 9 95. 18 سنة، 12 سنة، 10 سنوات المواليد فيه. ما صورتش كل حاجة، مش عارفة، كنت خلاص اصلا بخلص في الفيديو وكنت خلاص ماشية، وزي ما قلت لكم هما منزلوا الاسعار، فكنت تعبت ومش عارفة اصور ايه ولا ايه، وكانت يعني هما نفسهم كانوا لسه اصلا بيحطوا في الاسعار وبيرتبوا في الحاجة، فعلى قد ما قدرت ان انا اصور لكم. ولكن في حاجات كتير وفي اطقم كتير حلوة موجودة هتلاقوها هناك، والمواليد كمان عسلات المواليد حلوين قوي، وأطقم تحفة. يعني فرصة الناس اللي مسافرة او الناس اللي عايزة تبعت برضو لعيالها صيفي، لا حلو حلو، شايفين الأطقم تحفة. في حاجات كانت على 79، الأسعار أصلا موجودة يعني على الأطقم، ولكن تحت عند الكاشير هتتحاسبوا بسعر تاني. شايفين مقاسات الاسعار موجودة، اللي هي 79 99 55، لكن عند الكاشير هيتخصم وانا بحاسب. يعني اخدت لي كده ايه فستانين بناتي 2 بالعدد كده، وبرضو ولادي، وانا بحاسب قلت له اذا ما طلعش عندك 9 ريال رجع لي الحاجة، فلا طلع 9 ريال وحسبت على 9 ريال برضو 95. شايفين 75 ريال. البنطلونات محترمة والشراط برضو محترمة تحفة. كمان برضو هتلاقوا بنطلونات خروج جنس لوحدها على 9 ريال 95. هنا النسائي بلايز كتير وحاجات تانية كتير، وفي حاجات كده مكملات لللبس تحفة انا ببقى ادور عليها اصلا، وبيبقى اسعارها غالية. فالنهاردة لا كان في حاجات حلوة وفي تفاصيل حلوة، شايفين ب129 تحفة تحفة، جميل وليه تلبيسه من تحت ب129 قبله دلوقتي على 9 ريال 95.
شايفين ده قطن 95% قطن طقم كده برضو جميل، كان ب65 ريال، حاليا على 9.95. بجايم كتير، هتلاقوا البجايم كتير النسائي ما تقلقوش، في موجودة شايفين على 9.95 ريال برضو. بديهات وتيشيرتات وفساتين ومكملات لللبس. ده اللي كنت مصوراه قبل كده، الناس اللي متابعه معايا وبتشوف كل فيديوهاتي هتعرف اني صورته قبل كده على 85 ريال، وغيره يعني بيقولوا لي الستاند ده كان يعني كان فيه فساتين. يلا بقى الحمد لله، اصلا احنا بصراحه الواحد مش فايق للفساتين والحاجات دي، بس والله انا نزلت اصور علشانكم انتوا، عشان الناس اللي بتبقى تسال وكده. عندي حالة من الإحباط ونشف الريق، ويعني اللهم استعان، ربنا معاهم يا رب. خامات حلوة قوي، البنطلونات هنا برضو اللي على 9.95، الفروات برضو على 49 ريال، اللي هي الشبابي مش الرجال الكبير، طبعا المكان ضيق عندهم فما صورتش بالتفصيل. هنا البجايم على 29 ريال برضو حلوة، بجايم بناتي على 29 ريال، في الوان كتير وفي يعني مختلفة كده في في الرسمة بتاعتها، زي دي هادية وحلوة على برضو 29 ريال، حلوة جميلة. هنا برضو بناتي برضو مخفض على 29 ريال، قمصان بناتي مخفضة على 29 ريال. هنا برضو بناتي على 14 ريال، بناتي على 14 ريال، 14.95 ريال. يعني شايفين دي بقى ولا اللي ب9.95 ريال، اعذروني، ولا اللي ب9.95 ريال، ف9 ريال دي الحقوا عليها بجد. عندكم برضو دي تحفة تحفة جميلة وخامة ولون وحلوة على 49، هنا على 49 في اكتر من لون، يعني انا حابة التصميم بتاعها بصراحة، بحب اللون اللي هو اسمه ايه اللي هو البصلي ده، اسمه ايه، السيمون، بحبه اوي. كتير في نسائي على 39، كنت صورته في فيديو اللي قبل كده، ولكن في موديلات تانية جديدة نزلت برضو على 39، شايفين ده بناتي قطعتين على 39، حلوة اوي. ولكن القمصان اللي هي النسائي على 39، عبايات مش القمصان، عبايات على 39 كتير جدا، وفي كمان على 29، شايفين هنا على 29، هنا على 29، هقول لكم دلوقتي اللي على 39 كتير، كنت نزلته في الفيديو قبل كده، ولكن في موديلات تانية جديدة بتنزل، يعني كمية كبيرة قوي قوي على 39. هناك اللي قدامكم كده على 29 لسه، حلوة برضو دي، خامتها حلوة قوي ودي جميلة، يعني الخامة دي حلوة. هنا عندكم مخمل برضو على 39، المخمل بألوانها المختلفة هنا برضو على 39، في منها ألوان تانية على 39، حاجات حلوة كده للبيت وجميلة، يعني على 39 برضو. حلوة دي، ان دخل فيها درجة تانية بدل الرصاص الغامق ده والفيراني ده، فلا الدرجة يعني درجتين كده مع بعض افضل اعتقد، يعني يا رب يا كريم. على 39 كتير كتير زي ما قلت، وموديلات كتيرة ومختلفة، وخامات كلها حلوة بصراحة، كلها حلوة، يعني يفوز الحسين طوب اب بصراحة السنة دي، يفوز يفوز، يعني متعنا بحاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي حلوة، سواء بقى في قسم الملابس بصراحة، او الاساس هتشوفوا برضو في الاساس، او تحت بقى في قسم المطبخ والمنظفات، لا في حاجات حلوة بصراحة تحفة. على 32 برضو، فستان نسائي شتوي جميل وطويل، وفي اعتقد كورنيش كده خفيف من تحت، حلو. لا جميل بصراحة، حلو، في منه كمية كبيرة قوي،
هنا على 22 برضو حلو. في حاجات زي كده على 9 ريال النهاردة، في عروض ال9 ريال اللي لونه ازرق ده. هنا في جواكت حلوة عجبتني برضو على 29، حلو خامته حلوة قوي قوي، وقطعتين ومنفصلين، البادي لوحده والجاكيت لوحده، هما قطعتين مع بعض. في درجة حلوة كده عجبتني اقول لكم عليها، اعتقد اللي فاتت دي مش عارفة. في واحد حلو قوي كنت ده ب35، لكن التاني كان ب29، وده برضو خامته حلوة، ولكن حسيت المخطط احلى يعني. ده حلو بنوتاتي، الدرجة اللي هي دي اعتقد. انا ما كنتش حابه انزل لكم الفيديو وانا دمي تقيل كده، بس انا منزله عشانكم، بس مش هقول غير كده. على 29، لا هنا مش 29 ولا 32، يا سعر تاني مختلف اعتقد، اللي هو الاخضر والاورانج ده. هنا على 29، جميل جميل على 29، متبطن وحلو، حلو قوي للبنات ده، لو السن المحير ده جميل، وفي منه الوان تانية كتير مختلفة. على 29 متبطن تطينة حلوة، ده اخف شوية، اللي في الاول احلى تقيل. هنا على 18، طبعا السعر حلو، ولكن اللي ب29 خامته اعلى، لكن ده برضو مش وحش، بس التاني خامته اعلى، عشان بس تبقوا عارفين الفرق. ده ب18 في منه برضو اكتر من لون. تعالوا ندخل على الاساس، 199 التلات طولات على 199، هنا برضو 199 التلاتة اللي في الاول حلو، اللي عدوا دول حلوين. هنا برضو 169 من 329 حلوين، 169 طولات التلاتة مع بعض، تلاتة يا بنات. هنا الخمسة دول 5 قطع ب469 من 1119، 5 قطع طاولات خدمة. هنا برضو 5، هنا دي جلسة كده للايه في الحديقة كده، جميلة بصراحة، ب1195 من 1995 برضو، يعني نازلة نازلة حلوة. سعرها حلو بصراحة، وكمان هي كبيرة ومعاها الطاولة بتاعتها اعتقد. هنا برضو دي حلوة، تقديم 99 من 139، على فكرة متغلفة، رايحة لزبون تقريبا فغلفوها بالسعر مش عارفة، ولكن في حد كان واخدها ب99. هنا ب29 الستاند ده، ب29 الستاند، ب29 كبير. او حاليا ب18 من 29 اعتقد كده، لان شايفين على الكرتونه مكتوب سعر تاني، مش عارفه والله هو ب19 ب18 ولا ب29، يا كده يا كده مش فاكره بالظبط، بس شكله كده ان هو ب18 نازل من 29. عندكم السفره، اهم حاجه في السفره طبعا الكراسي، بالنسبه لي يعني، بالنسبه لي اهم حاجه الكراسي، بعد طبعا ان انا الطاوله نفسها، يعني انا افضل ان هي تكون رخام اكتر من ان هي خشب، ولكن احيانا السعر برضو ايه بيتحكم في الواحد. هنا ب99 من 149، يعني الواحد مثلا بيبقى عايز يجيب رخام، ولكن عايزين مثلا حاجه متهاوده شويه، حاجه على يعني على القد وكده، خصوصا الناس بقى المغتربه اللي هي مش ايه مش يعني انها مش عايز تجيب حاجه غاليه، عايز تجيب حاجه تمشي الحال وخلاص. ففي برضو في يعني في كده وفي كده. هنا برضو من الحاجات الحلوة قوي قوي، يعني تحسوا ان هي شعبية كده وتراث، اللي هي المفارش دي 2 في 3 كبيرة، هي مش سجادة، لا هي زي السجادة، ولكنها هي مش ضد المية، يعني هي مش تحت، مش بتلزق على السيراميك ولا اي حاجة، لا هي فرشة 2 في 3 ومخفضة، وفي منها درجات كتير مختلفة. حلوة دي عجبتني قوي،
تحس ان هي ايه من التراث يعني كده، شعبيات، فحلوة تغيير برضو. ممكن تحطيها فوق سجادة، هي على 65، ممكن تحطيها فوق سجادة هنا. ممكن دي كده للحديقة على 13 ريال، برضو حلوة. هنا ده السرير يا بنات اللي هو الحديد اللي هو بيتفرد وبيتقفل ب 127 من 199، حلو ده، يفضل معاكي لحد ما انت اللي تزهقي منه. ب 45 برضو حلوة قوي، هنا ب 45 وكبيرة وخامتها حلوة قوي. دي مفارش، ما هي السجاد ضد السيراميك ولا حاجة، اللي عدت برضو مفرش يعني مش ضد السيراميك، خليكوا عارفين. هنا ده ب 79، ده ب 79، خامته حلوة. بصوا هو ب 79 يعني، والله هو خامته مش وحشة عشان تبقوا عارفين، وحتى طلعت الأكياس بتاعته حلوة، وفي منه ألوان مختلفة، في ناس كتير أخدت منه. يعني أنا برضو أنا باخد حاجة زي كده حتى لو أن أنا هستعملها أصلا مفرش على السرير. 79 من 119، ألوان كتير وفي كمية كبيرة، وأنا باخده حتى لو يعني يبقى غطا في الصيف ويبقى مفرش في نفس الوقت، ده بيبقى حلو. هنا على 13 ريال، هنا مخدات على 13 ريال. هنا في مفارش ب 29، او في الحفة اسفة ب 29 او ب 30 ريال، 30 من 50، 30 من 50. هنا 109، ده طقم كده للانتري او للكنب، ده طقم كامل وفي منه بالقطعة. الطقم كامل 159، 159، ولكن خامته جديدة، قماشته جديدة، مش نفس اللي احنا متعودين عليه الفترة اللي فاتت اللي هو بيبقى قماشته خفيفة ومخرمة، لا ده حلو بصراحة، عجبني عجبني. وفي كورنيش من تحت يبقى سادة، على حسب اللون، شايفين الدرجات بتاعته، درجاته مختلفة، في كمان لون بتنجاني وفي لون كحلي، في ألوان مختلفة. سعره زي ما انتم شايفين كده 160، في منه بالقطعة. هنا المخدات اللي عدت، في سجاد برضو هنا عليه عرض، هنشوف برضو طقم الكنب لانه مهم وفي ناس بتسأل عليه كتير، وحلو عجبني يعني، انا انصح بيه بصراحة. هنشوف منه بالقطعة دلوقتي، استنوا بس مصوراه برضو، يعني اللي عايز بالقطعة ياخد، اللي عايز الطقم الكامل ياخد. هنا ب 119 السجاد، ودي الدرجات، ناس كانت بتتفرج ودي درجاته 119، 119 من 139. هنا الكنب، اطقم الكنب هنا بالقطع يا بنات، يعني بالكرسي بالكنبة كده. هنا ده كرسي، لا خامته حلو، شايفين مش خفيفة ولا مخرم ولا اي حاجة، شايفين الوانه برضو الوانه يعني كان نفسي يبقى في درجات تانية افتح شوية، ولكن هي الوانه حلوة مش وحشة، بس زي ما تقولوا كان في حاجة في دماغي معينة كان نفسي الاقيها، بس انا معجبة بقماشته يعني. هنا ده اللي هو الحاف المضغوط 69، لا 69، روحي بقى خدي الحاف من اللي هو ب 79، بخدودياته ما فتحتوش، ما عرفش فيه مثلا ممكن تلاقي فيه اصلا ملاية مليه باستك ولا لا، مش عارف، ولكن انا انصح باللي هو ب 79 احلى. الشنط برضو عليها عروض زي ما انتوا عارفين، التلاتة على 169، التلاتة على 169. المناديل اتنين لكل عميل على 5.75 من 11.5، يعني الاتنين بسعر واحدة. دايما المناديل اخدها من الحسين بصراحة، حتى مشوار عليها برضو عروض، مناديل مشوار ولا مشار، دايما اقولها مشوار، مشار ب 9 ريال. هنا برضو جل الاستحمام برضو، ده تحفة، خدوا ال خدوا بالشمام، ريحته حلوة قوي. هنا ب 11 ريال، طبعا الشامبو المفضل ليا، افضل نوع، وقلت عليه قبل كده ونصحتكم بيه. المية على 8 ريال، كرتونة المية عايزة اقول لكم عليها اقبال ما شاء الله، كرتونة كبيرة مش صغيرة، شايفين كرتونة المية على 8 ريال، كرتونة المية على 8 ريال. نيوتيلا برضو اللي هي فوق 800 جرام، تقريبا 825، 825 ب 19 ريال، حلوة. الزيوت برضو هناك اسعارها حلوة، الاتنين ب 16، هنا برضو عليها عرض، هنا ب 11.5، اللي فات كان ب 9 تقريبا. هنا التربو عليه عرض برضو ب 45 من 69، حلوين برضو.
اه كنت عايزة بقى حاجات كده عشان الغطا بتاع القدرة عندي، فما لقيتش غير اللي فاتوا دول، فكنت عايزة اللي هو العاج من فوق علشان، او السيليكون من فوق عشان ما يبقاش فيه حرارة، ولكن اخدتهم او يبقى في البيت. انا يعني دايما اخدهم بالزيادة للغطا علشان لما غطا يبوظ عندي ما اقعدش ادور بقى واروح اشتري، يعني يبقى من جوايا، فدايما باخد حاجة كده بالزيادة. الطقم ده برضو عليه عرض، هو تقريبا حاجة 40 قطعة ب199، 40 قطعة، 40 هنا ب59. الإزاز تحفة تحفة، جميل وتقيل وجودته حلوة، 59 من 99. الحسين تبقى فيه عروق كتير حلوة قوي قوي، يعني مهما صورت فيها مش هقدر اغطيهولكو كله طبعا، فمكان تحفة ومكان رائع، ما اقدرش اقول غير كده. وفي حاجات حلوة كتير فيه، هنا برضو مفرمة او قطاعة هنا للحمة وكل حاجة، هنا برضو دي للقهوة، ماكينة القهوة. في هنا ده خلاط ب59 من 99، ده السيف. مش راضية اجيب لكم الصورة اللي جنبه لانه مش نفس الخلاط اللي عليه العرض، ده ريبون خلي بالكم، لكن اللي في الكرتون، اللي الصورة في الكرتون اللي ب59 او ب55 مش فاكرة، اللي هو السيف، لكن هنا اللي عدى برضو عليه عرض. ركزوا انتوا بقى في الصور، الترامس كتير عليها عروض وكلها حلوة، كلها عروضها حلوة، فطبعا بتختاري الحاجة اللي بتعجبك انتي. ده ب49، ده طقم اتنين مع بعض حلوين، الاتنين مع بعض ب49 من 79 حلوين، ودرجاتهم حلوة، وانا شايفة ان هم حلوين بصراحة. واحد كبير واحد صغير، واحد للشاي واحد للقهوة، ده ب25، ده واحد لوحده ب25. خلي بالكوا عشان فيه هنا اتنين مع بعض، لا تفكروا اللي عليه العرض هما الاتنين من نفس الترمس، لا اللي هو واحد بس مفرد، لانه في مفرد وفي اتنين مع بعض طقم، لا ده المفرد بس اللي عليه عرض. هنا برضو الحافظات اللي هي الهندي الاستانلس عليها عرض، التلاتة مع بعض على 49، اه التلاتة طقم حافظة طقم، يعني التلاتة مع بعض ب49 من 83 حلوين. هنا برضو عندك قدور الضغط من حاجات اللي عليها عروض، اصلا قدور ضغط كتير عليها عروض، ده ب199 حلو مش وحش، من 235، يعني الموديل كمان اكتر عاجبني، شكل القدر نفسه حلو وجودته حلوة مش وحشة. مش عارفة ده برضو ضمن العرض ولا لا، هو ب235، نفس السعر اللي في الاول، فممكن يكون حاليا برضو ب199، ده برضو من اللي عليه عرض. اشوفكم على خير.